الدرس التاسع تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. آمن، آوى، آنية، إيلاف، أين، به، جاء، جيء، جوع، خوف، خير، داوود، ذلك، رضوا، شاء، مالك، شيء، طغى، طغوا، طيرا، عاد، على، عين، فيه، قال، قول، كان، كيدا، كيف، لوح، ليس، مالا، نارا، ماء، ويل، يوم، يره، حاسد، حافظ، دافق، شاهد، عابد.